السؤال ده. إيمان تقول كلام، أنا اخترت الأسئلة اللي ربما ما سوقش تتكرر. تقول كنت دائما أشاهد قناتكم وأتابعها ولكن لا أحس بأي شيء، لكن البارحة لم أستطع فعل ذلك، أحس بألم في الرأس وفي اليد. طيب أنا أجيبها، لماذا؟ البارحة بعد ما انتهينا من الرقية ذهبت وأردت الاستماع للرقية في القناة في اليوتيوب. الناس تختلف، هناك من الجن من إذا أخطأت المقاطع على اليوتيوب تأثر، قد تأثر بمقطع ولا تأثر بمقطع، وقد يكون بعض الجن له قدرة على الصبر، لكن كلما ازدادت مشاهدة إلى المقاطع هذا الجن يبدأ يئن ويتألم فيضعف، ثم تبدأ تظهر أعراض خوف، اضطراب، بكاء، نفور، أنها تقفل الحاسوب أو الجهاز أو الجوال وما شابه ذلك. لكن الأخت عندها حالة أخرى، ما هي؟ أنها سبق وكانت تشاهد مقاطع على اليوتيوب لكنها لا تشعر بأي شيء لأنه قوي، أو أنها لم تكن الذي عندها كان يصرفها عن مشاهدة ما الأمور التي ربما يتأذى بها، فله قوة على أن يختار. فهموا مزيان، مثلا هي عندها سحر، إذا استمعت مثلا إلى العين والحسد قل لا إشكال، استمعي هي ما عندي مشكلة، إذا شعر يشعر بشيء خفيف، لكن لهذا تعلم كلما أصبت الداء وقع البرء بإذن الله تعالى، فهو يحاول أن يصرفها هكذا وهكذا بالوسواس أو بعدم اختيار مقاطع يعني المناسبة، لكن لما كانت الرقية المباشرة في الجماعية تألم وتأذى لدرجة أن انتهينا وخرجتم، يعني قال الأخوات خرجوا، هو لازال مصروع، لازالت تصرع، فهمت ولا لا؟ لأنها متقبلش كيفاش يصعد ويتألم ويكشف حاله. طيب لما بان الأمر وأصبح مكشوف، حينها سوف تقع عليها الرقية مباشرة وأصبحت بالنسبة له عدو، فلا يريد أصلا الرؤية أو النظر أو سماع الصوت، إن حين علم أن الحقيقة خلاص وصلنا إلى الحقيقة. من هنا نأخذ قاعدة مهمة، أن ليس كل من يشاهد المقاطع ولا يتأثر أن نقول أنه ليس به شيء، فلا بد أن تعرض حالتك على راق متخصص، أقل ما يساعدك به هو تخصيص أو تحديد المقاطع المناسبة لك. مثلا أخت تقول لك أنا أشتكي من كيت وكيت وكيت، لكن من خلال الأعراض قل استمعي إلى رقية الموعظة للجن العاشر. أنت ما قلت هكذا عبثا، من خلال ما سمعت وما تبين لك، قل أنت لابد أن تقومي إن شاء الله تعالى بالاستفراغ والاستماع إلى السحر مع السحر المأكول المشروب. أنت ما قلت هكذا، لكن بناء على أشياء سمعتها وعلمتها، مفهوم؟ وهكذا الأخت قل استمعي إلى العين والحسد، فحينما تختار أقل شيء تختار لها يعني الهدف الصحيح. انت ربما المرأة تذهب عند الطب العام، كتفهم شنو الطب العام؟ طبيب يعني يعمل لك فحص كامل شامل، لكنه قد يعطيك مجموعة من الأدوية وقد تصيب الهدف، صح ولا لا؟ لكنه يخصص لك يقول لك ولكن الإشكال عندك في الجزئية الفلانية، مثلا نقول في الكبد مثلا أو في المعدة أو كذا، فلما أنت تأخذ هذا الدواء يكون يعني تشعر بشيء من خفة، لأن الطبيب قرب إليك الداء، ما كنت تعرف ما هو الداء، لكن قد أنت تريد العلاج المباشر فتذهب إلى متخصص في الجزئية المعينة، من طب عام إلى متخصص مثلا في الكبد أو المعدة أو كذا، مفهوم؟ فيكون دواؤه أعظم وأقوى لأنه متخصص، مفهوم؟ هكذا لابد أن تفهم حال تشخيص الرقية. إذن أقل شيء الإنسان ليصل إلى العلاج أن يشخص الحال تشخيصا دقيقا صحيحا، مفهوم؟ وأن يستمع إلى المواد التي بها يتأذى من يتلبس به أو يحيط به، أقول يتلبس أو يحيط، لابد أن تفهم الكلام، فهمت كلامي؟ إما أنه يتلبس بك يسكنك يعني في جسدك، أو أنه يحيط بك في بدنك أو في المكان الذي به السحر أو الحسد، سواء كان بيت أو عمل أو سفر، على حسب المهمة التي أنيطت به يعني أعطوها إياها. هناك جن لا يسكن من البدن، هناك جن لا يسكن من البدن، ولكنهم لهم غاية في يعني أمر واحد، مثلا جن يقف عند الباب
لا يؤذي المرأة بالمرة إلا إذا كان الخاطب أو الزوج. وهناك مثلا عند الرجال وحتى عند النساء لا يؤذي بالمرة إلا إذا كان صفقة أو تجارة. وهذا أمر ليس من الخيال، حقيقة عشناه مع كثير من الناس، مفهوم؟ وهناك جن لا يؤذي بالمرة، لا في فراش ولا في جماع ولا في زواج، لكن يؤذي في إسقاط الأجنة أو تعطيل النطف، يقتل النطفة قبل أن تكون أصلا، فلا يبقى حمل بالمرة، لا تظهر أعراض الحمل بالمرة. والطب يقول ليس بك علة، ليس بك داء، أو ربما يوكل حتى تفرح بحملها ويبدأ في التكوين، ثم بعدها ترى شيء ما يفزعها أو ما شابه، ثم يسقط مرة ومرتين وثلاث وأربع على حسب المهمة التي وكلوه بها. الجن يشتغل على حسب المهمة التي أعطوه إياها، وقد يزيد على حسب جنسه، يكون حاقد حاسد عاشق يتحول إلى عاشق فيزيد في المهمة أكثر وأكثر، وقد يقلل من حدة الداء إذا كان مسلم لكنه ملزم بالداء، فكلما رأى غفلة من الذين يكرهونه على الأذية يخفف من وطأة الداء، ربما يساعدها في خفاء. هذه أمور لا بد أن تفهم، هذه قواعد. فهمت كلامي؟ مش تفهموني؟ مش لم تفهم؟ طيب هذه حتى نبين يعني بعض الأسئلة لا بد أنها تفهم عند الإخوة والأخوات. طيب هذه واحدة ثم